عم نشوف شخصيتين بي، واحدة منهم الله يرحمه والدك والدي توفى بحادث بسنة 79 صح، كان عمره 56 سنة 56 اي نعم كنا صغار. الصورة الثانية هي الوزير الراحل إليح بيئة الشهيد اللي هو صديقك شهيد وحبيبك. حرام مشكلة. إذا كتب لك أن تعيد أحد هالشخصيتين ل 24 ساعة ليوم واحد إلى الحياة، من تعيد وماذا تقول؟ بعيد بي لأنه ما عشنا معه، ما شفناه. أنا ما كان عمري 18 على قد وقت اللي مات بحادث السيارة، وإخواتي كلهم صغار وبمستشفيات كانوا معه بالسيارة، كانوا معي بالسيارة. يعني احنا ما قدرنا، ما شفناه، ما تعرفنا عليه لبينا. وبي كان من مؤسسي عصبة تكريم شهداء لبنان، ومعروف أديب وخطيب وكل شيء، يعني معروف عنه. الأشقاء إذا بيرجع 24 ساعة على الأشقاء أكيد بده يكلفنا ب 100 قصة. بده يكلفك ب 100 قصة مثلا. الله يرحمه. وبيك إذا رجع ب 24 ساعة كل شيء شو بتقول له؟ ما في منه، والله مشتاق له كثير بي. بالنتيجة البي غالي كثير، والأم يعني البي غالي، ومات قصف، راح يعني راح تيسهر وقصف عمره بلحظة، حادث سيارة، واحد أرعن أخذ شماله ماشي 150. أمي وأختي وأختي وصهري، أمي وأختي وأختي وصهري، إيه. وهو توفى دغري لأنه سيارة ما أعرف شو كانت، مش كبيرة بقى. أكيد الوالد غالي كثير، ما أنا منه نازل مثله، نازل منه يعني أب بي. وليك فرد يعني، أنا لما بعثوا لي الصورة طلعت يعني ابني جو بيشبهه كثير، كأنه هو. إيه بعرف، بعرف جو. إيه صحيح. لا. شو كان اسمه؟ شاهين سمعان ابو فاضل. امبارح انت قايل انا ابن شاهين باحد تغريداتك، بتقول انه وقت بعثت تهنئه للوزير انه الحمد لله على السلامه للوزير ابراهيم السيد، انا ابن شاهين. طب شو انا بيي رباني هيك يعني، انا يعني شو، نحن تلاميذ حكمه، بيي تلميذ حكمه، وانا تلميذ حكمه، وابني تلميذ حكمه. قلت لي بشو كان كلفك الوزير حبيقه لما قال له طيب؟ الله يرحمه. بشو مكلفك قبل؟ يعني نحن عم نشتغل معه، كنا هو رئيسنا، هو رئيسنا. قاتل جوزيف؟ لا انا لا، بس بعرفه حقاوي يعني الاشكاء. ايه بس انت قاتل؟ الرئيس في حدا ميت بسببك؟ الرئيس كان حقاوي. انا قتلت بجبهات عديده، ما بعرف اذا حدا انصاب انا عم اوس، بس انا ماني قاصد حدا، ما قتلت حدا.